حادثة مؤسفة تهز ليبيا. طفل يفترس نمر يربيه والده في المزرعة. هز الطفل سالم منذر سلطان الصعيدي الشارع الليبي بعد إعلان مصرعه نتيجة افتراسه من نمر كان يربيه والده في مزرعة بمدينة أجدبية. وأثار حادث مصرع الطفل ابن الأربع سنوات الكثير من التساؤلات حول الاستهانة بتربية الحيوانات المفترسة وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الحكومة لمنع مثل هذه الحوادث. وأثناء افتراس النمر الطفل سالم صدمة عاشها منذر الصعيدي والد الطفل سالم صاحب الأربع سنوات، ونعاه والده بكلمات مؤثرة عبر حسابه الشخصي على الفيسبوك قائلا: إنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله ما شاء فعل، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، الله يرحمك يا سلومة يا حبيبي، ربي صبرني على فراقك يا ولدي. كما شارك مقطع فيديو له قبل ساعات من وقوع الحادث: لتكن هذه اللحظات الأخيرة لابنه سالم الذي ظهر والضحكة لا تفارق وجهه. وظهر الطفل في الفيديو وهو جالس داخل سيارة والده وكان يحاول قيادة السيارة على الرغم من صغر سنه، ليلقى نظرة على والده مبتسما وكأنها الوداع الأخير له في نهاية المقطع المصور.